السلامة. وعليكم السلام. خلينا نتعرفوا عليك. مونجي سليمي. مرحبا بك سي مونجي. حبينا نحكيوا شوية على تجارب الهجرة وخاصة أنت عندك تجربة وحبيت تبارتاجيها معنا. أي ميسج بل احكي لي باش فادتك التجارب نتاعك وقول لي وين عشت بالضبط. هاني قلت لك لكسمبور وإيطاليا. أي أي هذوما يعني اللي قعدت بهم. هولندا بون مشيت لها ما قعدتش فيها ياسر. أمستردام خاطر أنا مشكلتي تعرف شنو مشكلتي؟ كنت نحب ياسر السفر. يعني درت برشا بلدان. آخر مرة مثلا يعني في كادرمان تروا مشيت لإيطاليا وأنا في البطو مازلت ما وصلتش. تعرفت على زوج من الناس أخرين بدلولي وين ماشي. يعني أنا كنت باش نرجع لهولندا. توجه متاعك بتبدل. نولي نعمل أكاية نعمل جنوبا تريستا ومن غادي ندخل باليوغوسلافيا بلغراد ومن بعد نمشي لصوفيا بلغاريا ومن بعد نمشي لإسطنبول. مشيت لإسطنبول ومن إسطنبول تعديت لأنقرة اللي هي العاصمة والأقلة السياحية لإسطنبول ومن بعد مشيت للعراق. هذه نحكي لك بكادرمان تروارة. أكثر بلاصة استقريت فيها وين؟ في سابيسارة واحدة على خاطر أنا حبيت ندخل العراق. وقتها في العراق ما عنديش تأشيرة. أنا هي الدولة اللي بقيت عايش فيها؟ في هذوما لا، في هذوما ما خاطش ياسر، ما خاطش ياسر ندخل ونخرج. إيطاليا قلت؟ أي إيطاليا. عشت في إيطاليا؟ عشت في إيطاليا في جنوبها ميلانو. هذي بقيت؟ بون مش ياسر، مش ياسر، يمكن حكيت 6 شهور 7 شهور. في كل مرة أنت خاطر أنا مشكلتي ما نقعدش ياسر. ديما ندور ديما ندور، نحب السفر. ماكش في إطار عمل؟ لا. ماكش مربوط؟ لا لا ما عنديش. راك تعرف واحد عازب وقتها بون تو معرس يعني في الثمانينات بالطبيعة وما ننساهمش هذوما. أنا قلت لك عندي ولدي تو يعيش في كولن في ألمانيا. في ألمانيا في كولن أو جاي نهار السبت الطائرة نتاعو توصل لثمانية. فما برنامج أنه مش يهزني أنا وأم ومش بالطبيعة مش ناخذ الفيزا الشنغان هذيك الفيزا البيزا هذيك مش نرجع كيفاش مشيت في كادرمان تايان. خاطر نتذكرها ما دوكو مش حاب نمشي للبلايص. تحب تسترجع ذكرياتك؟ هذيك أمنيتي وبان ثم حاجة أخرى ناوي عليها أنا وأمه إن شاء الله الأولاد إن شاء الله ربي يسهل لهم وكذا واحد يعني يهزوني نعمل عمرة مثلا. هذه من أمنياتي خاطر هذيك ما كتار تو واحد 61 سنة يعني جاءوا الوقت. البلايس اللي مشيت لهم فيش يختلفوا على بعضهم؟ فيش يختلفوا على بعضهم من ناحية الثقافة العادات والتقاليد حاجة تشبه لنا بعد؟ لا بعد علينا ياسر. أنا أحكي لك أنا رو كادرمان تايان. كادرمان تايان بعد علينا ياسر. أبسط الحالات يبدو طالعين في الكار مثلا يبدو طالعين بشوي بشوي تعبت الكار ما عاشت لحد. مش كيفنا نحن تبدأ البيبان محلولة مش معقول. علاش؟ خاطر ما وفر لهمش كيران لهنا. انا الصباح مشكله انا مش نجي من دوار هيشر من منوبه هبط في باب سعدو خاطر ما بماش. حكينا مع اللي في اللي شاد البوست اللي قصه ساكن قال اخوي ما فماش كيران مش عندي باش نعمل لك. هما ما وفروا لناش كيران بس حتى كان دخلنا في موضوع اخر فهمت. اما الاخرين البرة بعد علي ناس مثلا ما يهزوش تاع ناس تتيح لك وراقك يخلط عليه يقول لك مسيو سي لوبلي هو بابي. حتى في تونس موجوده الحاجه هذه موجوده ما بقله وتو اندثرت سامحني اندثرت تو اذا كان تايح تشكر سختي لا تلقى خاطر حاجه الناس للناس هي نتاع الناس للناس. تتصور في بالك اختي راجل يبدا يخدم من طبربه يخدم في الشرقي ولادو عبدوها على علوش العيد يا رسول الله عبدوه يا بابا وقتاش شرينا علوش كل ما مش نخلص وقال اليوم راه مش نخلص ويخلص يطلع في الكار ينحوهم له بالله اش تنتظر منه يتجلط تجي جلط يبدا بو صغيرات. اختي ربي يهدينا على بعض خاطر راهو الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه تو وهم حاجه اخرى خايبه قاعده تصير لهنا في تونس تو انهم في الكار يبدو يسرقوا زوج من الناس يسرقوا في واحد والناس تفرج يقول لك لكان مش نكلمهم تو يضربوني تو يضربني بلام ريت كيفاش اختي كيفاش وين وصلنا كل واحد ولا يخاف على روحه ريت كيفاش وصلنا اختي أسف.
اما ديما فما برشا عبيد مازالوا باهيين. لا مازال ثم رحمه، مازال ثم ناس باهيه. لا 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 هذا مؤكد مؤكد اختي، ثم ناس ما تحبش نتاع الناس، تحبش نتاع الناس وراو بحول الله. الا كانت تحب تعيش بالدنيا هذيا ابعدك من نتاع الناس. انا اخويا في 81 خلي كانت تحب تعيش غاديك البرة في فرنسا، خلي ما تاخوش نتاع الناس راك تعيش. انا من عام 70 خويا عايش في فرنسا، من عام 70 هو يجي كل عام. با ولدي مازال كيخرج عنده 3 سنين وان شاء الله اختي ربي يهدينا على بعضنا ونولوا نعيشوا حتى خير منهم هما ان شاء الله. لو تحكي لنا شويه باش فادتك تجارب الهجره، شنو زادتك؟ يعني كي نقعد مع ناس نلقاش نحكي معاه، نلقاش نحكي. انت اختي كي تسالني مثلا، تسالني مثلا تسالني على سويسرا، تقول لي مثلا سويسرا شنو هو الحاجه اللي شفتها فيها سويس؟ سويسرا فيها برشا كنترول وبردايات. هولندا هربت منها خاطر بارده، امستردام، لوكسمبور بلاد تحبونا ياسر. انا نتذكر في 81 ما ننساهوش ما ننساهوش للموت، مازلت عندي يمكن 15 جور 15 يوم فيها، وثم نهار انا ندور العشيه وهزيت عينيا، والله العظيم انا نزيد عليك كان نفس، هزيت عينيا نلقى القنصليه التونسيه والعلم، والله العظيم يا لحمي فاس شوك شوك. يعني الوطنيه والمواطنه بلادك بلادك، والله كي تقعد 40 سنه هذه مثلا صارت لي الحكايه هذه صارت. كيما تبدا متمسك بدينك تبدا متمسك بالوطن. طبيعي شيء طبيعي. زين نفس الشيء. لا ما اخزر الدور العالم الكل وتمشي وتشوف حضارات كبيره وناس امارة وديما هذيا البلاد هذيا هي كل فماش فماش. لكن ديما نرجع ونقول ان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا. امين يا رب. وهاللي شادين البلاد هذوما ان شاء الله يريقلوا لنا امورنا. فهمت اختي؟ هذايا هذايا الاصل، هذايا الاصل اللي حاشتنا به. خلي الناس تعيش، خلي الناس تلقى روحها، خاطر العباد راهي تو كان ما رحم ربي. خلي لك الكلمة الأخيرة مسيو، شنو تحب تقول؟ بالنسبة خاصة للعبيد اللي مقبلة على الهجرة. على الهجرة أنا مثلا عندي ولدي تو مشى في البروسيدور نتاع كندا، وراه ولدي أستاذ جامعي ومهندس. ما شاء الله. هذا الكبير مولود عام 85 تو مازال يدفع الدوسي نتاعو. الحاجة اللي نطلبها من ربي إن شاء الله ربي يسهل له، إن شاء الله يقبلوه، بالرغم يعني أمور مريق، لو عنده زوايز وليدات ندي عليه صباح وليل، إن شاء الله ربي يسهل له في المشي هذايا. على خاطر لهنا يلوج على وضع عمره. اي بالرغم راهو يخدم راهو. اما خويا يحب يخرج، هو يحب يخرج ومازال صدقيني نهار البارح الاثنين البارح وين تفعل الدوسي نتاعو. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يسهل ويسهل للشباب الكل. نزيد نرجع ونقول ان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا في البلاد. شكرا مسيو. يعيشك بارك الله.